سلام البنات، ما تكونوا كلكم بخير وعلى خير. معكم كويزين موني. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم طريقتي في تحضير حلوة العيد، واللي كتكون سهلة. كنعتمد فيها على عجينة واحدة، وكنقدر نخرج منها خمسة الاشكال ديال الحلوة، وحتى كذلك ممكن ما نستعملوش الطوابع. بالنسبة لي انا في هذه الحلوة اعتمدت على جوج طوابع فقط. كنتمنى انكم تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير وتشوفوا جميع المراحل. بالنسبة للمقادير اللي كنحتاجو في تحضير هاد الحلوة، عندي جوج معالق كبار ديال الكاكاو، 8 غرام ديال الخميرة ديال الحلوة، معلقة صغيرة ديال الفاني، نكهة الفاني، وعندي 4 البيضات، كنحتفظ بيض بيضة واحدة، قبصة ملح، جوج كيسان ديال زيت المائدة، وجوج كيسان ديال السكر سنيدة، 250 غرام ديال الزبدة الجيدة. وبالنسبة للدقيق عندي هنا كيلو. نبدأ على بركة الله الطريقة. أول حاجة كنوضعها هي الملحة، ديك القبصة الملح، كنوضع الزبدة، وكنوضع السكر سنيدة، وكنحاول نخدمهم جيدا. من بعد ما كنخدم السكر سنيدة والزبدة جيدا، كنبدا نضيف الزيت شوية بشوية. ثم كنضيف البيض، وكيف ما قلت لكم بانني زولت البيض ديال البيضة وحدة، غنحتفظ به من بعد لانني غنحتاجه. صافي، هنا غنبدا نضيف الدقيق، وضفت الخميره ديال الحلوه. غنبدا نخلط بهذه الطريقه حتى تجمع لي العجينه. بالنسبه لي انا كيلو ديال الدقيق صراحه قدني في هذه المقادير اللي عطيتكم. من بعد ما تجمعات لي العجينه، وكيف ما كتشوفوا الشكل ديالها كتكون رطبه، يعني ما كتكونش قاصحه، خاصها تكون بهذا الشكل. غنحاول دابا نجمعها ونحاول نقسمها على 4 ديال القطع. غنجمع كل كره في البلاستيك غذائي، نحتفظ به جانبا، وغنبدا نخدم وحده بوحده حتى نكمل. اول حلوه غنقوم بتشكيلها هي حلوه ريش بوند. كيف ما كتعرفوا انا ما غاديش ندير وحده ملاصقه مع وحده، غندير غير وحده. دابا غنشكل كويرات اللي غيكونوا قد قد في الحجم، وغنبدا نستفهم في الطاوه. وهذا هو الشكل ديالهم. من بعد ما شكلتهم دابا غندخلهم للفرن على درجه حراره 180 لمده 20 دقيقه حتى 25. صافي، انا خرجتهم من الفرن، وهذا هو الشكل ديالهم. كيجيو محمر من الفوق ومن تحت، وكيجي الشكل ديالهم زوين. دابا غنخليهم حتى يبردوا وعاد ندوزوا للمرحله الاخرى.
وهنا كيف ما كتشوف الصورة عندي المربى اللي وضعت فيه ربع كأس ديال الماء الزهر، ودقت عليه شوية ديال القرفة وضعتهم فوق النار حتى سخنوا شوية وزولتهم. من بعد مباشرة بديت كنضيف في الحلوة ديالي، غنخليها واحد المدة ديال ساعة تتشرب ليا المربى مزيان وعاد نزولها. في هذه المرحلة غنحتاجوا لواحد 100 غرام ديال الكوك، وعندي هنا القوالب الورقية الخاصة بالحلوة. صافي غنزول الحلوة من المربى وغنوضعها في الكوك، من بعد عاد نوضعها في القوالب. في هذه المرحله غندوز نحضر الشكل الثاني من الحلوه. عندي بياض بيضة اللي كنت احتفظت به، وعندي قليل من سكر سنيده، وغنحتاج كذلك لهذا الطابع من هذا الشكل الدائري. بالنسبه لهذا الشكل الثاني غنشكل كريات، غندوزهم من بياض البيض ثم السكر سنيدة وغنوضعهم في طاوة الفرن. من بعد ما كملت من تشكيل الكريات اللي وضعتهم في بياض البيض والسكر سنيدة، غناخد هاد الطابع وغنبدا نشكل الكريات بهذه الطريقة بداك الطابع الدائري. يعني كنحاول نشكل واحد الخطوط من فوق الحلوة. منين كنكمل من تزيين الحلوة كندخلها مباشرة للفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة حتى 25. وهذا هو الشكل ديالها من بعد ما خرجتها من الفرن. صراحة كطيب مزيان وكتجي محمرة من الفوق ومن التحت. غندوز نحضر الشكل الثالث من الحلوه واللي كنحتاج فيه تقريبا واحد 80 حتى 100 غرام ديال الجنجلان المحمر. غنضيفو على العجين ونحاول نخلطو مزيان. من بعد ما امتزجنا الزنجلان مع العجين غادي ندوز نحضر الشكل الثالث، وغيكون شكل هلالي وكذلك كيشبه الكعب غزال. غنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل العجين ديالي كامل.
من بعد ما كملت وهذا هو الشكل ديالو النهائي، غندخلو للفرن على درجه حراره 180 وكذلك مده ديال 20 حتى 25 دقيقه. وهنا كيف ما كتشوفوا في الصوره خرجته من الفرن كيكون محمر من جميع الجوانب. دابا غنحتاج السكر ثقيل اللي غادي نحاول نزين به الحلوه ديالي. بالنسبه للحلوه كتكون عندي هنا بردات، عاد كندوزها في السكر كلاصي، يعني ما كندوزها شويه سخونه. كنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الحلوه ديالي كامله. ودابا غندوز نحضر الشكل الاخير. كنضيف للعجين جوج معالق ديال الكاكاو وكنحاول نمزجهم جيدا. بالنسبه لهاد العجين انا خرجت منه جوج الاشكال، واحد اعتمدت على الطابع وواحد لا. هذا هو الشكل ديال العجين بعد ما ضفت عليه الكاكاو. عندي هنا بياض بيضه، غنحتاج كذلك لهاد الزنجلان، ممكن تستعملوا الزنجلان العادي، عندي زنجلان ابيض. وعندي هاد الطابع اللي غنجرب به هاد الحلوه. كنشكل كويرة بهذا الشكل، كنوضعها في بيض البيض ثم كنوضعها في الزنجلان، كنحاول نعمرها مزيان في الزنجلان بجميع الجوانب. من بعد كنوضعها في الطابع وكنضغط عليها مزيان، ما تخافوش لان كاين الزنجلان فيها عامر مزيان، وكنخرج لنا هذا الشكل كيف ما كتشوفوا في الصوره. كنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي بغيت. غندوز نحضر الشكل الثاني من هذا العجين اللي كنحتاج فيه اللوز ايفيلي، ممكن تعوضوه بالكاوكاو او اي حاجه متوفره عندكم. غندير كويرات وغادي ندوزها في بياض البيض وغندوزها في اللوز ايفيلي. غنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه كامله.
وهذا هو الشكل ديالهم من بعد ما وجدتهم. ندخلهم الفرن كذلك درجة حرارة 180 لمدة 20 حتى 25 دقيقة. وهذا هو الشكل ديالهم من بعد ما خرجتهم من الفرن. صراحة كيتحمروا من الفوق وكذلك من التحت كيف ما كتشوفوا في الصورة. كندوز نزين هذا الشكل اللي كنحتاج ليه شويه ديال الشوكولاط ابيض، كندوبو في باماغي وكنضع واحد النقطه في الوسط حتى كنكمل الحلوه ديالي كامله. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلويات ديالي. صراحة كيجيو رائعين لا في المنظر ولا حتى في المذاق، كيجيو زوين وكيستحقوا التجربة. كنحتاج فيهم العجينة وحدة يعني كيلو ديال الدقيق كيعطيني هاد الكمية تقريبا خرج ليا جوج بلاطويات ديال الحلوة. صراحة كتكون كذلك فتية يعني الحلوة كتكون غزالة كيف ما كتشوفوا في الصورة، كتكون رطبة يعني ما كتكونش قاصحة. هانتوما كتشوفوا كتفرتت كامله كجات بهذا نفس الشكل. كنتمنى انكم تنتوما تجربوها وتنجح معاكم وتفرحوا بها في هذا العيد ان شاء الله المبارك السعيد اللي غيدخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر. نتمنى ان يعجبكم الفيديو ديال اليوم، واللي ما مشاركش في القناه ديالي يشارك ويفعل الجرس، واللي ما لا تخليوا لي التعليق الا عجبكم الفيديو ديال اليوم. نتلقاو فيديو جديد ان شاء الله والى اللقاء.